تفضلوا استريح لو سمحتوا دقيقة واحدة. سيد قائد الطابور من فضلك جمل سلاح واديني فرصة دقيقتين بس. اتفضل. طابور خريجين. جنبين سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بكل السادة الحضور، الاسر اللي موجودة، برحب بيكم اهلا وسهلا. وايضا اسمحوا لي ان انا اهنيكم بتخرج ابنائكم وبناتكم، الف الف مبروك. أنا يمكن حبدأ كلمتي اللي يعني اللي مش متخططة ديت بكلمة للأسر، أسر الشهداء الأول الحقيقة يعني. وكلامي ليهم كله احترام وكله محبة، كل احترام ومحبة. احترام للعطاء اللي اتقدم لأجل خاطر بلدنا وخاطر شعبنا. وانا عايز اقول لكل الاسر اللي موجوده، يمكن شايف بعضهم موجودين هنا معانا او حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، اوعوا تفتكروا، والكلام ده يمكن انا قلته قبل كده لكن باكده، اوعوا تفتكروا ان الدماء اللي قدمت والارواح اللي راحت عند ربها ديت ثمن بسيط. اولا في رقبتنا احنا كمصريين كلنا وفي شعب مصر كله، وايضا عند الله سبحانه وتعالى. وانا الكلام ده كررته وقلته قبل كده وبقوله تاني، خلي بالكم انتم كنتوا سبب في ابنائكم او ازواجكم اللي انتم قدمتموهم. انا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا، كانوا سبب في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي انتم شايفينه ده كان تمنوا أرواح ودماء أبناء وبنات لينا، أبناء مصر. تمن غالي صحيح قوي والله، لكن كمان إن يكون التمن ده حماية وتأمين واستقرار أكتر من 100 مليون، مش بس في أمانهم وسلامهم، لا حتى في مستقبلهم. البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص خالص. فمش هقول ما تزعلوش ومش هقول ما تتألموش، لا، بس احنا معاكم، وقبل احنا ما نكون معاكم ربنا موجود معاكم، ربنا موجود معاهم. وخلي بالكم الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي والله، والله الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي. يعني اللي بيعطيه وبيعوض عليه وعليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. دي يمكن الكلمة اللي أنا حبيت أبدأ بيها كلامي، عشان كلنا كمصريين ما ننساش. الأمور الحمد لله رب العالمين، اتحسنت كتير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى. كل يعني التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين، عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمره تانيه كل التحيه وكل المحبه وكل الاحترام وكل التقدير ليكم، لارواح شهدائنا والمصابين والاسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجازيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم ابدا.
لن ننساكم ابدا ان شاء الله. دور. يمكن رسالتي هتكون مختصره خالص لابنائنا الخريجين النهارده، بهنيهم بقول لهم الف مبروك، بدات مرحله جديده من حياتكم، وزي ما بقول لنفسي وبقول لكل المسؤولين، مصر امانه في رقبتنا كلنا، مصر امانه في رقبتنا كلنا، امانها وسلامها واستقرارها وتقدمها امانه في رقبتنا كلنا. ارجو ان احنا نبقى دايما عارفين ان المسؤوليه الملقاه على عاتق وزاره الداخليه مسؤوليه كبيره قوي، واحنا كلنا يمكن واحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطه لو قابلتنا مشكله، او حتى في البيت او في اي او حتى لما نلاقي الاسعار غالية نقول فين الشرطه، فين الرقابه. يعني عايز اقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور، طالما ان هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم، إن إحنا دايماً عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايماً منتبهين إن إحنا إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش هيبقى فيه مشكلة معك، لكن اللي ماشي بشكل مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكله معاك. ترفق بيه، علمه من خلال ادائك الراقي، وايضا من خلال القدوه الممارسه، ممارستنا كلنا مش بس ابنائنا في وزاره الداخليه. اتمنى لكم التوفيق. انتوا قلتوا ان شعاركم علم واخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايما، ما انتهاش العلم بالتخرج او بالدورات اللي هتبقى اللي انتم هتحصلوا عليها بعد كده، ولكن ايضا احرصوا على ان انتم زي ما الدنيا بتتغير وبتتطور. وانا اسمحوا لي هنا اتوقف قدام نقطه مهمه بقولها لكل المصريين، اوعوا تتصوروا ان احنا في قطاع من قطاعات الدوله ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره، بس احنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء، من غير جلبة، ما نقولش احنا هنعمل هيكلة وهنعمل اصلاح وهنعمل ده، لكن بنقوم بالدور ده لان بالمناسبة عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تنتهي بمرحلة او بفترة زمنية محددة، لان الدنيا بتتغير، ودام الدنيا بتتغير يبقى احنا كمان لازم نتطور. فده بيتعمل او بيتنفذ لكل قطاعات الدوله بما في وزاره الداخليه، بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا، والدوله كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهاراتها وادائها، ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء. فواجبكم خلي بالكم منه تجاه بلدكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا وفي رقبتكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا ورقبتكم. بتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللي احنا كلنا منتظرينه منكم. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا.